دونك نرجع لحكايه على رشد مصايم. لان كل اختصار ما تدخلتش المخ انه كي ما تاكلش وما تشربش سافا فورسي لي ليان افيك لا كرياتور ولا اوترومون. معناها ما نعتقدش في رمضان. معناها انا ما نسميش فاطر. الفاطر هو اللي يعتقد في رمضان ويفطر. اما انا ما نعتقدش في رمضان. ما نمنش انه فما شهر لازمك ما تاكلش وما تشربش فيه باش تقوي عقلك. تو سامبلومون. انت قد عندك تفطر توا؟ معذور. شو العذر بتاعك؟ انا بالنسبه لي انا الافطار في رمضان اللي كان اعتبره حاجه شخصيه. كل واحد يعني حر يفطر ما يفطرش. اعتبرها حريه شخصيه. حتى في النص القانوني في تونس ما فهميش يعني نص يشرع انه يعني يشرع انه يكون يتشد في الحبس كما صار في بنزار الدرنيرمو. حتى النص القانوني ما فهميش الجمله. هذه كانت تونس تحب نعرف. ميرسي. وانت شو رايك في الجماعه اللي حصلوا في الجماعه الفطره؟ ما انا كمان ما عندوش قيمه باش نخمم فيها. شو تقولها واحد؟ انت حسبك لا يسبهم خاطر ما انا كيش نقول يسر يسرهم. الناس يسر منيكا. يسر برسمي حياتهم يسر منيكا. يسر فارغه حياتهم. ما عندهم ما ناكل. برا فطر جهاز قول له سايب العاش. سايب العبيد. مينيموم اقل حريه في الدنيا انك تاكل. يحبوا نحو يالنا. وانت فماش مقلقك انت وقعت تفطر انت؟ لا لا انت تفطر من عام ديجا؟ ما خمسة سنين تالي كنت نسيب. ترى ثم اللي قاوي ثم اصيد قاوي في تونس محلولين للفطره ولا؟ اي فما سافا في العاصمه سافا. بون ما عادش البلايات الاخرين اما سافا في العاصمه. بون يتعبيو برشا مش كلهم باهين. ما تنجم تقعد على راحتك. علاش نظرة المجتمع للفطار نظرة خايبة؟ اسكو هو الإعلام وإلا السياسة؟ ولا العباد؟ أنا سؤال العباد نورمالمون. شنو العباد؟ العباد يحبوا يقيدوا حرية بعضهم. معناها يحب هذاك مبدئيا يقول لك ليه ما نسكروا القهاوي يحب يفرض رأيه. ألوغ كل واحد حر في روحه. معناها فما حرية شخصية تحكي في العباد. علاش اخي الصوم ما يولي صوم الا يكون معناها ثم ناس كل صايمه؟ ليه مش هكاك هما بون الناس حكايه طويله لما حالها هي. اما في بالهم اللي بدنا احنا دوله اسلاميه دونك لازم الناس كل تصوم. ومشكله نفس عباد اللي تصوم في بالهم رمضان في النهار كهو ومش في الليل. ينساوا اللي رمضان نهار وليل. معناها يصوموا نهار كامل ويعملوا اللي يحبوا عليه في الليل. احنا نعملوا اللي نحبوا في النهار وفي الليل. علاش المجوغيتين تاع الناس الفتره دي جون؟ صغار وكبار تاع صغار وكبار مش غير صغار وكبار خطا بتخدم. تحسش ان هي نوع من الغبليون كونتر السيستم؟ لا لا ما دخلش السيستم. ما دخلش السيستم حاجه. شو تراه انت؟ دخلش السيستم. يا اخي فما شكون مريض فما شكون ما ينجمش يصوم فما شكون يخدم. مثلا انا راني نخدم نهار وليل. باش نسيم باش نسيم تاع الصندوق نشب على راسي هكا يحشد روحه بس قال لي مزيد يسوم. سالت وعي. وانت اللي اسمه سامحني انت شو رايك في الحكايه تاع الفتره دي؟ شنو؟ ولا كل واحد حر في روحه. معناها يسيم ولا يفطر معناها هو وقناعاته معناها. ما فهمتش باش قلق من الجماعه اللي تلاحق في الفطره؟ ولا انا ما فهمتيش الحكي علاش يلحقوا فيهم الساعه. اما معناها انا قلت لك كما قلت لك معناها كل واحد عنده حر في حياته. معناها نجم يسيم يفطر هو قناعاته الدينيه معناها هو درجه الايمان نتاعو معناها حاجه ما داخليهاش. نجم يكون مؤمن زاده ويفطر خاطر عنده عذر شرعي معناها سبحان الله مريض سبحان الله يخدم 24/24 ما عندوش وقت باش يرتاح فيه اوبليغاتوار عليه باش يفطر خاطر بدنه معاش يتحمل حاجه كيما هكا معناها سي تو. ميرسي. عسلامة. يساعدك الافطار في القراية ولا؟ شنو؟ الافطار يساعدك في القراية ولا؟ أيوة أنا ديجا نفطر خاطر ما نجمش نركز معناتها ما نجمش نركز إذا ما نفطرش. معناتها أنت وجماعة ما نجمش يصوم ويقرأ بعضه؟ ما نجمش نصوم ونقرأ ما نجمش نركز كيفاش باش نجم نركز؟ كيفاش الفاك؟ شنو؟ الفاك كيفاش؟ بون مانيش فاك أنا. ليسي أنت؟ أيوة. كيفاش ليسي؟ شيء اسكو الناس يفطروا في الليسي ولا ايه ولا مخبي؟ انا ما حاجه ما تعلمنيش معناتها الناس يفطروا ولا ايه. اما مشكله فين انك ترى معناتها فما سلطه غير مباشره تتمارس عليك
انك لازمك معناتها ماجوريتي هما معناتها يحكموا عليك خاطر هما فاهمين انت لازمك تفطر سينو يخزروك بك النظره الخايبه الدونيه اللي انت معناتها كافر ولا وإذا كل مرتبط مش معناتها بالمجتمع ولا الشعب مونتاليتي هذه سلطة متاع الدولة اللي هي سلطة غير مباشرة المفروض عندنا كي ترى اعتقالات الناس صغار هكا يهزون خاطر تكيفوا في الشارع شكون قال لي هو مسلم سامحني شكون قال لي هو مسلم علاش تعتقد فيه؟ ميرسي وانت شو رايك في الحكاية؟ نعم شو رايك في الحكاية فاطر؟ والله كيش نقول لك كيما الكلام اللي قاله السيدة قبيلة أنا مثال نحكي لك كاكا برسونيل انا ما عندي عذر مثلا فما عبيد ما عندهاش وتفطر مفطر ما يوصل فطر كيما يوصل عنده حاجه معناها فطر خاطر مثلا انا على صفر واحد اخر على صفر نقراو في الاكاديميه زين فما شكون يجي يقرا من باجا رخصه من عند ربي فما واحد يجي رخصه من عند ربي وما ياخذهاش يولي حرام عليك مش انا بس قناعه شخصيه معناها تدخل فيها زوز فما يبدا على صفر ويحب يسامح ويحب ياخذ درجه وكان على سفر ورخصة من عند ربي باش نكفر باش نقول لي فاطر فاطر ما نكذبش انا نجم نصيب مش ما نجمش بما ما نجمش بصراحه ما نجمش صعيب عليا انا نشوف العباد دكتور وانا نصيب فمش السلطه ولا عبد قلقك حكيت الافطار ولا تلقى العبيد شوية العبيد المونتاليتين مازالت معقدة وكل مربطين تحس روحك تحكي مع داعش يا صحابي قريب شوي يجيب لك لاشن كوف يقول لك يا تسيم يا كرتوشة في راس تصورها انت معنا انا ما يخلقونيش ما يحركولي حتى شعر والله كان باش افترض باش يحاسبني ربي كان صمت باش يحاسبني ربي هك ولا هك يحاسبني ربي ما عنده حتى دخل بين سيم ولا نقطة واضح ميرسي